السلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يبقاكم الفيديو ديال اليوم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم اول فيديو ان شاء الله من المحل اليغونسيا شمال اللي جا في شارع ميرامار مارتيل. البارح كان عندنا الافتتاح، ما قدرتش نصور كل شيء. المهم غادي نخلي لكم شي لقطات لان كان يعني كانوا الناس ما قدروش يصوروا الناس، وعاد كنا صورنا شي مقاطع ولكن كانوا جاوا فيهم الوليدات الصغار كيبانوا. طبعا راكم عارفين الوليدات الصغار ممنوعين حاليا، لذلك غنخلي لكم غير شي لقطات تشوفوا كيفاش داز معنا الافتتاح. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم كاملين. وكيف ما العاده الا عجبتكم شي حاجه راه حنا كنعملوا التوصيل لجميع المدن المغربيه عبر امانه. هذا هو اللوغو ديالنا والاسم ديال المحل اليغونسيا شمال. حتى القناه ديال اليوتيوب غادي نبدل ليها الاسم، غنخلي الاسم بنفس اسم المحل اليغونسيا شمال، غنزيد عليها غير خديجه باش تعرفوني. اذا سميت القناه ان شاء الله غتكون هي اليغونسيا شمال خديجه، حفظوها وعقلوا عليها اليغونسيا شمال خديجه. والمحل اليغونسيا شمال، انستغرام غيكون حتى هو اليغونسيا شمال. ديجا عندي فيه اليغونس شمال، غنرجع اليغونسيا. اليغونسيا هي اليغونس. المهم هذا الشيء اللي كاين، غادي ندير لكم واحد الجوله ان شاء الله في المحل ونعطيكم النعت. وايضا غادي نبداو، باش نبداو بيجاما ساكس باط نبداو واقيلا بالبيجاما، نوريكم شي موديلات في البيجاما باش ما يجيش الفيديو طويل. ما يمكنش يعني نهضر لكم اون ديتاي على كل شيء، غادي نبداو نديرو دي فيديو يعني اجزاء. غادي نعمل لكم دوره في المحل او جوله في المحل باش تعرفوا شنو كاين فيه. يلا احبكم في الله واحببكم الله الذي احببتوني فيه. وشكرا بزاف للناس اللي جاوا البارح، شكرا لكم بزاف 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 بزاف. انا ما كنعرفهمش ولكن هما كيعرفوني، يعني جاوا من القناه. شكرا لكم بزاف 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 على الحضور ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، احبكم في الله. بالنسبة للنعت البنات، نذكركم شارع ميرامار مدينة مارتيل، تجيو من حدا أجانيف نيشان، تجيو نيشان حتى لابونك بيمسيو. ها هي لابونك بيمسيو. إذا لا جيتو من الرومبوان ديال يعني اللي حدا أجانيف شارع ميرامار، كتجيو نيشان حتى لبيمسيو وكتقطعو الشانطي وكتجيو هنايا. كاينة هاد المخبزة هادي بانا هنايا ملصقين فيها. إليغونسيا شمال، ودابا ندخلو على بركة الله، نقولو بسم الله وندخلو. ويلكم ويلكم. البارح في الافتتاح كنا عملنا شي بركة بصحة الناس اللي جاو. هاد الفاس هذا البنات عملناه كامل البيجاما، بنا لي شوميز دو نوي، هاد الصف كامل بيجاما. ستعطيوني رايكم في يعني في الديكور. وهنايا عملنا الساك، عاوتاني هنا في الدخله كاين لي شوميز دو نوي، وهنا الساك والصباط ولي زيسبادري. هادو لي بوت اللي كانوا باقي عندي فيهم غير شي حاجه قليله، وحتى لي طاي ما بقاوش، يعني كاين 36 وهاد النواق فيه 39، هادشي اللي بقى. هنا كاين لي موكاسان. المهم نعطيكم نظره. نتمنى الديكور يكون عجبكم البنات، هذا الشيء غير من تصميمنا، ما جبناش مصمم ديكور. وهنا البيجاما بجميع انواعها، كاين المبرة الغليظه المبرة الرقيقه وكاين حتى القطن.
موديلات جدادين، ودابا على بركة الله غادي نوريكم بعض الموديلات. الأثمنة راها مختلفة البنات، يعني من 120 وانتم طالعين، يعني كل واحد وجيبو، كل واحد وقياسه. على بركة الله البنات، هذا هو أول موديل في هذا اللون الجري، وكاين الألوان ديالو. أعطيني محمد الألوان ديالو. إذا كاين هذا الرمادي، وكاين فيه البلو مارين، وكاين فيه القهوي. إذا هذا هو هذا الموديل. اللي بغات شي حاجة البنات، سكرين تصوروا الشاشة وتصيفطوها ليا في الواتساب إن شاء الله. هادو البنات 150 درهم. بالنسبة للأثمنة فهادو الأثمنة ديال اليوتيوب، يعني الناس اللي غادي يجيو من اليوتيوب، والناس اللي كيكومونديو في الواتساب وغنصيفطو ليهم باغ أمانة. أما الأثمنة ديال المحل راه طبعا ماشي هي هادي، كتكون شوية زايدة. إذا هذا هو أول موديل، قلنا فيه ثلاثة الألوان. دابا نشوفو الموديل آخر. كاين هاد الموديل، هذا هادو المبرة ديالهم اللي مزيانة، ماشي المبرة اللي خيبانة. نقرب لكم باش تشوفوا المبرة ديالهم كيفاش عاملة. هادو البنات مبرة ماشي غليظة، وماشي ديك الخفيفة الرخيصة. شتوا البنات، ها هي. اذا هاد الموديل هذا فيه جوج الالوان، كاين هاد اللون وكاين الابيض ديالو. هذا هو اللون الثاني فيه، روعة روعة، غزالين، كيجيو مقبوطين ومن الرجيلات مقبوطين. اذا هادو البنات 150 درهم، 150 درهم. موديل اخر البنات، حتى هو ديال ميكي، نفس المبرة. كنركز لكم البنات على المبرة، هذه المبرة المزيانة الخفيفة المزيانة، ماشي ديال 80 درهم. فيها الجويبات، شتو الجويبات هنايا البنات. السريوي المقبوط حتى هو من التحت، دائما نفس الثمن البنات 150 درهم. بالنسبه للناس ديال اليوتيوب 150 درهم. الالوان اللي في هذه، كاين هذا الرمادي، هذا البنات راه الرمادي، وهذا بلو مارين اولا السومارينو. السومارينو اولا بلو مارين. اذا هذا هو الموديل. موديل اخر البنات، هذا اللون ديالو رمادي، جا هكا كيف السروال كيف الفوقي ديالو، حتى هو بالجويبات مقبوط من جهه الحزام، في الباندا، والباندا حتى في الرجيلات كيجي غزال. لي طاي البنات من الاس حتى الاكس ال، من سمول حتى الاكس ال. هاد الموديل هذا، هاد الموديلات كاملين اللي وريتكم دابا من الاس حتى الاكس ال. اللوينات ديال هذا، كاين هاد اللون هذا الرمادي، وكاين السومارينو. هذاك اللي جبتيه رمادي حتى هو، قلت كاين الرمادي وكاين البلو مارين. هذا البلو مارين، اذا اللي بغيت كاين هذا بلو مارين. بلو مارين راه فونسي جاي للنواغ، وكاين الرمادي. الثمن دائما 150 درهم. دابا نشوفوا موديل اخر، حتى هو نفس الثمن، ديال ميكي ماوس. هذا ما فيهش الباندا، دائما المبرة خفيفة ولكن المزيانة، خفيفة ولكن المزيانة، ماشي اللي كتعملوا لها بحال هكا كتبدا تبين الصبعة. شو هذا صبعي ما كيبانش، كتبانش يدي لتحت. اما هذوك الرخاصين كيكونوا شفافين، هما اللي كيبينوا اليد من التحت، وهذوك تبينها جوج كيمشيو. فيه هذا الصفر اولا الموطاغ، وكاين هذا اللون هذا غوز بيبي. كنركز لكم البنات على الثوب، المبرة الخفيفة ولكن ماشي شفافة. شو انا دايرة ايدي من التحت ولكن ما كتبانش. الرخيصة هي اللي كتكون شفافة، كيعملوا لها 80 70 كنظن في حال هكاك. هادو المزيانين 150 درهم، 150 درهم. موديل اخر البنات، هذا في الكرونة، حتى هو كيجي فيه لابوند، وكتجي فيه هنايا في هاد لابوند. هذا كيجيو بحال شكل الكيطمون، ولكن هما مبرة، حتى هما نفس الشيء، المبرة المزيانة ماشي الشفافة. دائما 150 درهم. هادو البنات الالوان اللي فيها، كاين هاد الكرونة، كاين الغوز بيبي،
كاين هاد الغوز فونسي عليه شويه، وكاين البلو مارين. اذا ثلاثه ديال الالوان اللي فيهم. موديل اخر هذا فيه اسبرو، هذا ما جاتش فيه الباندا ولكن دائما الثوب المزيان. ها انا كندير ايدي ماشي شفافين، مبرا، هادو كاملين البنات مبرا، يعني ما تخافوش منهم، ما كيتحبوا ما حتى شي حاجه. اذا كاين هذا اللون هذا الموف، كاين الكريمه فيه الكريمه، وكاين حتى الرمادي. بالنسبه لي طاي دائما البنات هادو لي طاي من الاس حتى الاكس ال، هادو كاملين فيهم لي طاي من الاس حتى الاكس ال، 850 درهم. اللي بغات شي حاجه البنات سكريني سكريني وتبعتوا لي في الواتساب، غنخلي الرقم الواتساب. موديل اخر البنات دائما الثوب المزيان، يدي ما كتبانش، هيا يدي ما كتبانش. هادو غادي نقص فيهم الثمن باش نشجعكم، هادو 120 درهم 120 درهم 120 درهم البنات. هاد الموديل هذا فيه اللوينات، كاين هاد اللي بالصفر والغوز، وكاين هذا بالصفر والزرق، وكاين هذا بالصفر والغوز بيبي، راهم الالوان مختلفين. هذا غوز بيبي وهذا اخر بحال السومو، شفتوه الاختلاف، كاين هذا السومو وهذا غوز بيبي، وكاين هذا الصفر والزرق. هادو 120 درهم 120 درهم. لي طاي فيهم من الاس حتى الاكس ال. كاين موديل اخر حتى هو يا 120 درهم، مية وعشرين درهم البنات. هاد الموديلات بجوج، الالوان ديال هذا كاين هذا اللي في المانكان بالغوز او السومو، هذا السومو، كاين الغوز وكاين الكرونه، ثلاثه الالوان فيهم لي طاي الاس حتى الاكس ال، 820 درهم. اللي بغات شي حاجه البنات سكريني من الشاشة والإرسال إلى جميع المدن. والثوب دائما كما قلت لكم المبرة المزيانة، المبرة المزيانة اللي ما كتبينش، يعني ماشي شفافة. موديل ديال صديفة البنات هذا شي حاجة طوب، موديل باقي جديد، كنقرب لكم باش تشوفوا لي ديتاي. في هاد الكتبة هنا، هنايا فيه هادي فحال ديال الثوب، ماشي فحال ديال الثوب نيت، في هاد الديكور هنايا، هاد الموتيف هادو، هاد الطرزة كيجي روعة وموديل جديد. كاين هاد اللون هذا جا بحال الغوج بغيك، فيه هاد الكري فونسي، وكاين البلو مارين. لي طاي من الاس حتى الاكس ال، هذا ما فيهش الدوبل، ياك اكس ال حتى الاكس ال، هادو هما الالوان اللي فيه. هذا غادي يبقى لكم البنات ديال اليوتيوب، الاخوات ديالي العزازات، غيبقى ب 180 درهم. هذا الثمن ديال المحل، هذا الثمن ديال اليوتيوب، يعني حتى اللي غيجي للمحل من اليوتيوب خاصو يقول لنا انا جيت من اليوتيوب باش نعملوا معاه هذا الثمن. اما المحل فكنبيعوا بثمن اخر، كيتباعوا ب 230 درهم في اليوتيوب، 180 درهم، لاننا كنديروا بعين الاعتبار امانه وبزاف الحوايج والناس اللي متبعينا، فضروري ما كننقصوا، كنديو شي بركه قليله باش نشجعوكم. موديل اخر جا غوز، هاد اللون هذا غوز، فيه هنايا هاد الثوب هذا هكا كتبه، وهنا حتى هو الثوب صديفات بالثوب. المبرة البنات المبرة رائعة، مبرة غزالة، مبرة فنة، هادي ملسا بزاف ليس وغليظة واحد شوية، يعني مقارنة مع هادوك ديال 120 وديال 150 هادي شوية غليظة عليهم. كاين فيها هاد اللون بلو سيال، وكاين الغوج بنفس لي ديتاي. اذا كما قلت هادو البنات 180 درهم، هادو 180 درهم. اللي بغات شي حاجه تسكريني البنات. وموديل اخر البنات بليزي ستراس، هذا موديل ديال النخوه، صراحه الله
روعة الروعة الروعة. هالمبرة ديالو كتجي ليس. هذا حتى هو البنات 180 درهم، الثمن ديال اليوتيوب 180 درهم. كيجي جويب هنايا فيه لي زستراس. الالوان ديالو كاين لو شوا كثير، كاين هاد الكرونه، اذا فيه الكرونه، كاين البلو روا، كاين لو روج يعني الاحمر، جا واحد الاحمر فرونسي غادي للكرونه يعني ماشي الاحمر الكليغ، كرونه قول كرونه كليغ. وكاين الرمادي، فيه الرمادي لي طاي من الاس حتى الاكس ال، وباقي فيهم الالوان. هذا فيه لو شوا كثير في الالوان. كاين هاد لو فيغ هذا حتى هو غزال، كاين هاد اللون طوب. صافي هادو هما الالوان اللي فيها. هذا البنات 180 درهم الثمن ديال اليوتيوب. كاين هاد الموديل، هذا موديل جديد، هاد الموديلات البنات جدادين. كاين هنايا هاد الكتبه فيكتورياس سكري، التوب ديالها رائع، جا هكا مشرط وليس، حتى هي من الاس حتى الاكس ال. الرجيلات شوفوا الرجيلات، لي ديتاي ديال الرجيلات الروعة. بيجاما دو لوكس، فيها هاد الغوج بريك. صافي كاين فيها غير هاد اللون، كاين هاد اللون وهداك اللون، جوج الالوان اللي فيها. الثمن 180 درهم لي طاي من الاس حتى الاكس ال، كتجي روعة. وموديل جديد، موديل اخر، فيه هنايا هاد نونورس، وفيه هاد الكتبه، جات المبره ديالو محفره. لي طاي من الاس حتى الاكس ال، حنا راه غير مقبطين هما البنات من اللور. الالوان ديال هذا فيه هاد الغوز وفيه الكريمه، اذا فيه ثلاثه الالوان هاد الموديل. كاين هاد البلو سيال وكاين الغوز، غوز جا ما بين الغوز والموف، وكاين هاد الكريمه. ثمن نفس الثمن 180 درهم للاخوات المتتبعات. موديل اخر، دائما نوريكم لي ديتاي. كاين هاد الكواسون، هذا هاد لو كور، وهنا الكتبه، حتى هو ديال الصيف لي مونش. كاين هاد اللون هذا، وكاين البلو، وكاين هاد سومو كليغ. الوان غزالين، الوان ربيعيه. هادو المبره ماشي الغليظه وماشي الخفيفه، ولكن المبره المزيانه ليس. المبره البنات ما تخافوش منها، ما كتحبب، ما كيطرى لها حتى شي حاجه. ثمن دائما 180 درهم، 180 درهم لي طاي من الاس حتى الاكس ال. كاين هذا البنات، هادو لي مكتوب عليهم ميد ان سبين. جمعنا لي مانكان ولبسناهم وخرجناهم، عاد تفكرت هادو حتى هما خاصني نجهزهم. المبرة ديالهم حتى هما روعة، ها السروال ديالها، هذا هو السروال، كيجي مقبط من التحت. هادي مع هذا، كاين هاد الموديل هذا، وكاين موديل اخر حتى هما ديال اسبانيا.
يكون كاينين موديلات بزاف، ولكن من بعد غادي نوريهم لكم. نوريكم دابا اسبانيا غير هاد جوج موديلات، كاين اسبانيا كاين تركيا. هذا هو السروال ديال هاد، كيجي مقبوط من التحت، المبرة ديالهم روعة غزالة، صبن ورد البنات. هاد صراحة هادو اللي وريتكم كاملين المبرة ديالهم زوينة، ما تخافوش منها، صبن ورد، ما كتكشف ما حتى شي حاجة. المبرة طبعا راها ما كتحببش. هذا كاين فيه غير هاد، يعني هادو هاد الموديلات هادو فيهم غير هاد الالوان اللي وريتكم. ان شاء الله في فيديوهات مقبله ان شاء الله غنوريكم لي موديل اللي باقيين عندنا ديال اسبانيا، وكاينين ديال تركيا، كاين لي غون تاي، كاين بري مارك لي غون تاي. ان شاء الله في فيديوهات مقبله غادي نوريكم كلشي. شكرا. هنا نقول لكم البنات بالسلامه عليكم، تسناوني ان شاء الله في فيديوهات مقبله غادي يكون فيها بزاف المفاجات ان شاء الله. المره الجايه عاود نصور لكم الصباط والصاف الجديد كلشي، ونكملوا ايضا حتى في الحجاب. يلا السلام عليكم.